ما أجمل الكرة وما أجمل أهدافها الجنونية، فتلك الجرعة من الحماسة التي تصيبك وقت إحراز هدف جميل لا تساوي سعادة أبدا. واليوم جلبنا لكم عدة جرعات عالية من الأدرينالين لأجمل الأهداف على الإطلاق، نتمنى أن تنال إعجابكم. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبور الأعزاء. حارس ستوك سيتي كان يخرج الكرة ناحية نصف ملعب ساوثهامبتون، ولكن يبدو أنه تحمس قليلا، فبدلا من إعطاء الكرة للمهاجم قام هو بدور المهاجم وأحرزها هدفا رائعا وقت تقدم الحارس. شاهد هذه اللقطة للعبقري مبابي كيف تصرف بسرعة ودهاء، فالحارس المسكين بعد أن أوقفه وضع الكرة أمامه وتوقع أن مبابي لن يخدعه، ولكن توقعه كان خاطئا لأن مبابي أخذ الكرة من أمامه وسجل هدفا. تلك لقطة مضحكة وغريبة لهذا الحارس الذي حاول إخراج الكرة بيده، ولكن يبدو أن الكرة رفضت وأصرت أن تدخل الشباك رغما عنه. لقطة طريفة ومحزنة في نفس الوقت بالنسبة للحارس. هذه لقطة غريبة جدا، فمن أجل اللعب النظيف أعاد هذا اللاعب الكرة للحارس، ولكن والكرة في طريقها ارتطمت بالأرض ثم ارتفعت للأعلى من الحارس الذي أخطأ في تحديد المسافة المناسبة ودخلت الكرة هدفا. هدف رائع وعبقري من هذا اللاعب، والأجمل أنه سجل بطريقة الرابونة التي يعشقها محبي كرة القدم. شاهد صدمة زميله من جمال الكرة، وتقريبا هي نفس صدمتنا أيضا. كوستاريكا تحصلت على ركلة جزاء أمام سويسرا في كأس العالم، شاهد مدى حظ كوستاريكا في هذا الهدف، فبعد أن اصطدمت الكرة بالعارضة العلوية عادت لتصطدم في جسد سومر وتدخل الشباك، ولكن سومر ليس مذنبا في هذا الهدف، ولكن لم يحالفه الحظ. في مباراة للسيتي قام أجويرو بعمل تمريرة في المنطقة العمياء للمدافعين، وكان أمامه كيفن دي بروين الذي تركها ولم يلمسها بذكاء شديد إلى زميله في الفريق رحيم ستيرلينغ الذي لم يضيع مجهودات زملائه وأحرز هدفا. في مباراة مثيرة تحصل هذا اللاعب على انفراد بالحارس وتمكن من تسديد الكرة على الأرض ناحية المرمى، ولكن الأرضية المليئة بالثلج منعت وصول الكرة للشباك وظلت مكانها ليخرجها أحد المدافعين بكل حذر حتى لا يدخلها هو في نفسه. هذا واحد من أشهر وأجمل أهداف كأس العالم 2014، بل من أشهر الأهداف في التاريخ على الإطلاق، فالهولندي الطائر فان بيرسي بدلا من أن يستلم الكرة طار في الهواء وسجل هدفا غريبا من نوعه أمام العملاق إيكار كاسياس ليسجل كواحد من أجمل الأهداف على الإطلاق. لاعب أرسنال أليكس روبي روغ اللاعبين بشكل ممتاز ثم سدد كرة مقوسة يستحيل على الحارس الإمساك بها. هذا أكثر لاعب منحوس لهذا اليوم، فبعد أن تصدى الحارس لهذا الانفراد بنجاح خرجت الكرة من قدمه لتصطدم في وجه زميله في الفريق بقوة والذي أسكنها داخل الشباك. هذا المدافع أعاد الكرة للحارس حتى لا يتم الضغط عليه، ولكن الحارس ارتكب خطأ كبيرا في استلام الكرة لتصل في أقدام المنافس الذي استغل خطأه وأحرز الهدف. هذا الهدف يسأل عنه الحارس بكل تأكيد. أثناء ركنية لباريس حاول هذا المدافع إخراج الكرة بطريقة مختلفة ببطن قدمه، ولكن لحظه السيء الكرة تصطدم بوجه زميله في الفريق وتدخل في الشباك بنيران صديقة. ركز مع هذا اللاعب جيدا، شاهد كيف استقبل الكرة وكيف هيئها لنفسه ثم وجهها بكل هدوء في المرمى بشكل درامي وبكل سهولة، وكأنه قاتل يرتدي زي طفل بريء. هذا الهدف لا يصدق.
شاهد هذه الركلة لمنتخب نيوزيلندا أمام الأرجنتين في كأس العالم الماضي. شاهد كيف أفسح لاعبي نيوزيلندا الحائط البشري حتى تمر الكرة من بينهم بسهولة لتصل إلى أقدام أحد اللاعبين الذي أحرز الهدف، لتصل المباراة بعد ذلك إلى الوقت الإضافي. ميسون ماوت يلعب الركنية لفريقه حتى تصل لأحد زملائه ويحرزها هدفاً، وبالفعل وصلت الكرة لأحد لاعبي تشيلسي الذي تصرف كأنه أحد مدافعي الفريق الآخر، فقد منع الكرة من الدخول ثم قام بإبعادها من أمام المرمى وكأنه يدافع عن مرماه. شاهد هذه الركنية الرائعة من هذا الفريق، انظر كيف سدد اللاعب الكرة بيده بقوة ناحية زميله الذي يقف خارج حدود منطقة الجزاء بمسافة بعيدة عن المرمى ليطلق من رأسه صاروخا ناحية المرمى لتسكن الكرة الشباك ببراعة شديدة. هل رأيتم يوما هدفا يسجل بهذه الطريقة من قبل؟ حتى الحارس تفاجأ من ردة فعل اللاعب أمامه، لم يتوقع أبدا أن يقوم اللاعب بحركة تشبه الرابونة أو تشبه أهداف إبراهيموفيتش، حتى زملاء اللاعب في الفريق لا يصدقون ما حدث، ولكن على أي حال هو هدف رائع جدا. تنفيذ ذكي للاعب اليونايتد للركنية، شاهد كيف فاجأ هذا اللاعب لاعب فريق ليستر بحركة مفاجئة ليمرر الكرة بسرعة لراشفورد الذي توج مجهوده بإحراز الهدف. شاهد تلك اللقطة لتشيرشينغ حارس برشلونة، لقد أخطأ وهو يواجه السيتي ولم يتمكن من إمساك الكرة جيدا لتسقط من يده، وكان بانتظاره السفاح جوليان ألفاريز الذي استقبل هذا الخطأ وحوله في الشباك. هدف غير متوقع نهائيا بل وغريب، فبعد أن تصدى الحارس لهدف محقق لم يخرج هذا المدافع الكرة للوراء أو حتى خارج الملعب، بل أعادها للحارس الواقع على الأرض برأسه حتى يمسكها، وبالطبع لم يتمكن من الإمساك بها أبداً. تعتقد فيما كان يفكر هذا اللاعب وقتها؟ تشيلسي في مواجهة سالزبورغ، وتمريرة جميلة من لاعب تشيلسي لزميله أمام المرمى والذي تصرف تصرفاً عبقرياً بمعنى الكلمة، فقد سدد الكرة بظهره وبكعب قدمه لتسكن الشباك في سيمفونية رائعة من لاعب تشيلسي. يبدو أن هذا اللاعب كان يفكر في أمر غير المباراة تماماً، فبعد أن أوقف الكرة وبدأ التمرير لم يجد شيئاً ليمرره، لأن الكرة قد مرت من تحته وتحركت من نفسها، وتم الضغط عليه وأحرز الهدف من هذا الخطأ. في مباراة بين اليابان وبلجيكا في كأس العالم، تمكن حارس اليابان من التصدي لرأسية من بلجيكا بيده، ثم عادت الكرة للاعب بلجيكا الذي رفعها لزميله في الناحية اليمنى من المرمى ليسددها برأسه على طريقة اللوب من مسافة بعيدة وصعبة على الشباك، والغريب أن الكرة دخلت واحتسبت هدفاً. دروغبا يسدد ركلة حرة قوية تجاه الحارس الذي تمكن من التصدي لها، ولكنها كانت قوية جداً فوقعت من يده ليركض المدافع وهو يحاول إخراجها، ولكن لسوء حظه تصطدم الكرة بقدم لاعب تشيلسي وتدخل هدفاً. هذا هدف يعجز العلم عن وصفه، فالكرة موجودة بين حارس ومدافع وعلى الخط تماماً وبعيدة عن المرمى بمسافة كبيرة، ولكن لاعب باريس تمكن من ركل الكرة وسط كل هذه المعوقات، وبالفعل دخلت الكرة في الشباك. ركلة حرة للريال وتخبط أمام المرمى، ولكن الأسطوري رونالدو أنهى هذا الارتباك حيث سدد الكرة بكعب قدمه وهو يعطي ظهره للمرمى، والعجيب أنها دخلت كما دخل رونالدو قلوبنا. على هاري كين أن يشرح لنا هذه اللقطة بنفسه، كيف وهو ساقط على الأرض تمكن من رؤية الكرة وتمكن من ضربها بزاوية عكس اتجاه الحارس، كل هذا وهو يقع على الأرض. حقا هذا أفضل لاعب إنجليزي قد تراه يوما. تنفيذ رائع للركنية من لاعب روما، واستلام أروع من زميله
الذي وجهها بقوة في الزاوية البعيدة منه، واستحسرة وخيبة من مدافع برشلونة في نصف نهائي دوري الأبطال. هذا هو أشهر سقوط في عالم كرة القدم على الإطلاق، فبحسب زحلقة جيرارد تيلك ضاع لقب الدور الإنجليزي على ليفربول، وبقيت نقطة سوداء في مسيرة جيرارد معشوق جماهير الليفر. لقد كان على أعتاب منحهم لقبا غائبا من حوالي عقدين من الزمن، ولكن هذا ما حدث ولا يمكن تغييره. إلى هنا قد وصلنا إلى نهاية المقطع. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الاشتراك لكي يصلك كل ما هو جديد. إلى اللقاء في فيديو قادم. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.